بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه. السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد وقفنا بكم في الحلقة الماضية عند مؤتمر الازهر العالمي لتجديد الفكر الاسلامي والذي عقد في يناير من العام الماضي. وجاء انعقاده بعد دراسه ضافيه لاختيار الموضوعات وتحديد مفاهيمها ومناقشتها في هيئه كبار العلماء مناقشه اقتربت من عام كامل ولم يكن هذا المؤتمر هو كل ما بذله الازهر من جهود في قضيه تجديد امور الدين فقد سبقته جهود عده يصعب حصرها وعرضها وليس من المبالغه في شيء ان نقول ان الازهر كان وسيظل هو قلعه الاجتهاد والتجديد في الاسلام على مدى تاريخ المسلمين بعد عصر الائمه الاربعه وائمه المذاهب الفقهيه الاخرى المعتبره، والفت النظر في هذا المقام الى ما هو ثابت في التاريخ من ان تراث المسلمين كان قد اشرف على الهلاك بعدما ضاع على ايدي الغزاه بالاندلس في الغرب وبعدما احرقه التتار في الشرق ولولا الازهر كما يقول الاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود رحمه الله رحمه واسعه يقول لولا ما عمله الازهر عملته مصر في القرون الاربعه الميلاديه من الثاني عشر حتى الخامس عشر لما كان هناك ما يسمى الان بالتراث العربي الاسلامي. كما الفت النظر في قضيه التجديد الى الكتب والرسائل التي افردها العلماء لموضوع التجديد قديما وحديثا وهم بصدد البيان لقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله يبعث لهذه الامه على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها وفي مقدمتهم الإمام السيوطي المتوفى 911 هجرية أي منذ أكثر من 500 عام وهو أزهري من رأسه إلى أخمص قدميه وله كتاب في هذا الموضوع بعنوان التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة وكتاب آخر بعنوان الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ورسالة إرشاد المهتدين إلى المجتهدين الإخوة المشاهدون أرجو ألا تحملوا كلامي هذا على محمل الحديث عن الذات أو الفخر بالانتساب إلى مؤسسة علمية عريقة كمؤسسة الأزهر الشريف فقد نهينا نحن المسلمين عن تزكيه النفس والثناء عليها نهيا صريحا في قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ولانه تعالى هو من يعلم الزكي والتقي من عباده قبل خروجهم من بطون امهاتهم غير ان كلامي عن الازهر الشريف لادنى ملابسه هو من قبيل الدفاع عن عظمه الماضين التي تتعرض اليوم لجرأه اناس لا يعرفون من هم هؤلاء الذين يجترئون عليهم ولا يريدون ان يعرفوا بعدما اغراهم زبد زائف وزاحف من شواطئ بلاد لا تعرف ما رب العالمين ولا تريد ان تعرفه وعزاؤنا في هذا الابتلاء حكمة فاض بها قلم الكاتب العملاق عباس العقاد قال فيها: ماذا يساوي انسان لا يساوي الانسان العظيم عنده شيئا واذا ضاع عظيم بين اناس فكيف لا يضيع بينهم الصغير؟ هذا ويحسن قبل ختام الحديث عن جهود الازهر في موضوع التجديد وقبل كلمه اخيره في تقييم هذه الجهود يحسن ان نختار لحضراتكم بعض القضايا التي نعتقد ان الازهر ممثلا في جماهير علماء الامه وهيئه كبار العلماء قال كلمته الاخيره فيها قال الازهر لا تجديد في النصوص القطعيه بحال من الاحوال اما النصوص الظنيه فهي محل الاجتهاد والتجديد وقد عرفنا ان النصوص القطعيه يتعلق معظمها بالعبادات وما يجري مجراها وان النصوص الظنيه تتعلق بالمعاملات ومن هنا لا يستطيع بل لا يجرؤ عالم من العلماء مهما كان واسع العلم وخارق الذكاء لا يستطيع ان يطالعنا بجديد في فرضيه الصلاه وبقيه العبادات وفي تحريم الزنا والسرقه والخمر والميسر وحرمه الربا والغصب وانه لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير وكذلك احكام المواريث الثابته نصا ثبوتا قطعيا من القران الكريم والسنه الصحيحه وبخاصه ميراث الاخ واخته في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والذي يتعرض اليوم لمحاولات مستميته لتغييره الى مساواتهما في الميراث وتخصص له برامج على شاشات محطات اوروبيه ناطقه باللغه العربيه تستضيف فيها رجالا مسلمين ونساء مسلمات يطالبون بوقف هذا الحكم الالهي في القران الكريم مسايره لقوانين الميراث الغربيه وانا لا الفت نظر هؤلاء وهؤلاء الى كلام الله تعالى فهم لا يستمعون وانما الفت نظر من اغتر من المسلمين بهذا التدليس المتعمد الفت نظرهم ونظر غيرهم ممن يدرج على شاكلتهم الى ان احكام المواريث الوارده في اول سوره النساء ووردت في ايتين الحاديه عشره والثانيه عشره ثم اعقبتهما بعد ذلك الايه الثالثه عشره والتي تبدا بقوله تعالى تلك حدود الله ومعلوم عند من له ادنى المام باساليب العرب ان تلك اسم اشاره يعود الى ما مضى من التقسيم الالهي لانصبه المواريث وان هذه الانصبه هي حدود حددها الله تعالى وان الناس سيكونون حيالها فريقين فريق يطيع الله ورسوله فيما بلغ من هذه الاحكام وفريق سيعصي الله تعالى ويتعدى هذه الحدود التي قال عنها سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته